ادي المنظر العام لميدان تحرير قدام حضراتكم، صوت وصوره شايفين الميدان شكله ازاي. عشان خاطر نمرة واحد التفاص من يوم 25 يناير لحد دلوقتي ما حصلش. نظام فاشل بيصدر قرارات فاشلة شبهه لدرجة ان احنا خلانا نشمئز اساسا. لما انا بقول له انا اول مطلب طالبه منك انك تجيب لي القصاص الحكيم للناس، الاقي الناس كلها تاخد براءة. حتى الدليل على كده الضباط بتوع ضرب الاحمر خدوا براءة، والضباط والصياد العيون خد براءة، ومجاعة الجمل خدوا براءة. انا استنى يومين تاني اخد براءه، حسني ومبارك حسني وحبيبي عادل ياخدوا براءه، وانا استفدت ايه؟ انا نازل النهارده خلاص في نظام فاشل انا اخترته وانا اللي بايدي هوقعه. شعب كامل هتجيب لي قصاص يا ما تجيبش. انت من ساعه ما مسكت وانت عمال احداث بتحصل. ثانيه واحده بس، اطفال اسيوط، عندك الناس على الحدود، الناس هنا نزلت فاتت محمد محمود، جيكا اللي نزل مات ورصاصه خدت في راسه وراسه فرقعت، والعسكري اللي اتعور هنا نزل عمل له حفله وقالوا عليا انا بلطجي. طالما انا بلطجي انا بلطجي فعلا، واثبت لك ان انا بلطجي باللي انا بعمله دلوقتي لحد ما انت يبقى عندك دم وتمشي. انا مش عايزك، انا بقول لك انا مش عايزك، افهم بقى. هو بيكرر نفس الغلطه بتاعت النظام اللي فات. بقول لك ايه، والله العظيم اللي هيسرق البلد اللي يمسك مصر برضه حراميه.